السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الطبيعية أجا 211 للمستوى الثاني الأدبي في الدرس الثالث بعنوان اتجاهات الخرائط ومقاييسها. أستعرض معكم أعزائي أهداف الدرس. يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تتعرف المفاهيم الأساسية كمفهوم المسح الطبوغرافي والشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي وشمال لامبير ومقياس الخريطة، أن تتعرف فوائد الإحداثيات، أن تبين خطوات طريقة شبكة التربيعات لمسح منطقة معينة، أن تتعرف الخطوات الضرورية لحساب مقياس رسم الخريطة، أن تحسب المسافة الفعلية بين نقطتين على الخريطة من خلال مقياس الرسم. أحتاج منك عزيز الطالب تركيز خاصة في خطوات حل المسائل. الآن عزيز الطالب كبداية، عندما تريد أي دولة أن تنفذ خريطة، عند تنفيذ خريطة لأي دولة في البداية يجب أن يحدد المقياس الذي يوافق مساحتها والهدف الذي من أجله سترسم الخريطة. سنتعرف اليوم ما هو مقياس الخريطة، ما المقصود بعملية المسح، وكيف يتم حساب المسافة الفعلية بين نقطتين على الخريطة. الآن أبدأ معك عزيز الطالب بالنشاط الأول، ويتناول موضوع الخريطة واتجاهاتها. أمامك مستند يوضح آلات حديثة مستعملة في مسح سطح الأراضي. تأمل عزيز الطالب في الصورتين ثم أجب عن التالي: استنتج دور هذه الأجهزة في عملية مسح الأراضي. لاحظ عزيز الطالب الأجهزة، لاحظ التقنية المستخدمة وفيما ممكن أن نستفيد من هذه التقنيات في عملية مسح الأرض. هذه الأجهزة عزيز الطالب تستعمل لقياس ارتفاع الأرض أو انخفاضها بالنسبة لمستوى سطح البحر، أي هي تحدد قياسات الأرض، كم ترتفع كم تنخفض. بطبيعة الحال لا يمكن قياس هذه الارتفاعات بشكل مثلا يدوي أو بأدوات بسيطة، نحتاج إلى أجهزة وآلات ومعدات تساعدنا لتحديد هذه الارتفاعات والانخفاضات، وذلك طبعا لرسم الخريطة لأي منطقة. الآن كيف تتم عملية المسح؟ كيف تتم عملية المسح الطبوغرافي، ومن يقوم بها، وما الهدف منها؟ لاحظ معي، تتم عملية المسح على الأرض مباشرة. كيف تتم هذه العملية؟ تتم من خلال قياس مستويات الأرض. أي ماذا أقصد بمستويات الأرض؟ أقصد بارتفاعها أو انخفاضها بالنسبة لمستوى سطح البحر، وهو طبعا المستوى صفر. الآن ما الهدف من هذه العملية؟ لماذا أقيس مستويات الأرض؟ لماذا أقيس ارتفاعها؟ لماذا أقيس انخفاضها؟ الهدف من هذه العملية هو نقل المساحات الأرضية إلى الخريطة وتحديد معالمها، سواء كانت معالم طبيعية، بشرية، اقتصادية، أي سواء كانت أنهار، ينابيع، طرق، مصانع، بيوت إلى آخره. فإذا العملية هذه تهدف إلى نقل المساحات الأرضية إلى الخريطة وبالتالي تحديد معالمها الطبيعية والبشرية والاقتصادية. الآن ذكرنا في منذ قليل ماذا أحتاج، ماذا أستعمل من أجل أن أحدد هذه القياسات، من أحدد هذه الارتفاعات والانخفاضات. أحتاج إلى آلات، فلذلك تستخدم آلات هندسية متطورة كما رأينا منذ قليل، آلات هندسية متطورة مثل التيودوليت والتاكيومتر. هذه آلات هندسية متطورة تساعدنا على تحديد المساحات والارتفاعات والانخفاضات بالنسبة لمستوى سطح البحر. الآن حاليا عزيز الطالب، الآن تطور المسح الطبوغرافي، وذلك باستعمال الصور الجوية والفضائية التي تساعد على عملية نقل هذه المساحات إلى الخريطة بشكل دقيق، ويعتمد أثناء التنفيذ على عمليات هندسية ورياضية.
الآن أبدأ معكم بعناصر الخريطة. أمامك عزيزي الطالب خريطة، خريطة مليونية لنباتات طبيعية. تأمل في الخريطة ثم أجب عن الأسئلة التالية. أذكر من خلال الخريطة، وركز عزيزي الطالب على تفاصيل الخريطة، أذكر من خلال الخريطة عناصرها، وحدد العنوان، الاتجاه الجغرافي، المقياس، شبكة التربيعات. يلا نبدأ مع بعض الآن ونلاحظ ونحدد عناصر الخريطة. نبدأ مثلا بالاتجاه، أين تشاهد الاتجاه في هذه الخريطة؟ هنا اتجاه الشمال، هذا هو اتجاه الخريطة. الآن أين تشاهد مثلا أو تلاحظ مقياس الخريطة؟ هنا نلاحظ مقياس الخريطة، هنا عادة يكتب في أسفل الخريطة المقياس، مثلا مقياس الآن هنا مقياس 1 إلى 250 مليون. عنوان الخريطة، أين نجد عنوان الخريطة؟ هنا عنوان الخريطة، هي خريطة مليونية للنباتات الطبيعية في العالم. الآن أين تلاحظ شبكة التربيعات؟ انظر عزيزي الطالب إلى هذه الخطوط، هنا خطوط ممتدة أفقيا ورأسيا، لاحظ عزيزي هذه الخطوط، هذه شبكة التربيعات على طبعا كل الخريطة. إذا حددنا على الخريطة أهم عناصر الخريطة، العنوان، الاتجاه، المقياس، وشبكة التربيعات. الآن سأبدأ معكم أعزائي الطلبة بعنصر عنصر من هذه العناصر. سأبدأ بالعنصر الأول، عنوان الخريطة. كيف يمكن لخريطة أن تكون بلا عنوان؟ كيف يمكن أن أعرف محتواها مثلا أو موضوعها؟ لا يمكن. يجب لكل خريطة يجب أن يكون لها عنوان. هذا العنوان يشير إلى موضوعها أو إلى محتواها. يجب أن أعرف إلى ماذا تشير هذه الخريطة، ما موضوع هذه الخريطة، عما تتحدث الخريطة. يجب أن يكون هناك عنوان يشير إلى موضوعها أو إلى محتواها. كما يجب الدقة في اختيار العنوان المناسب لكل خريطة ووضعه في مكان بارز، إما يوضع في أعلى الخريطة أو يوضع في أسفل الخريطة. إذن هذا بالنسبة إلى العنوان، واضح؟ الآن أنتقل إلى العنصر الثاني من عناصر الخريطة، أنتقل إلى اتجاهات الخريطة. عزيزي الطالب أمامك الآن هذا الرسم، تأمل هذا الرسم وأذكر من خلاله الاتجاهات المستعملة في الخرائط. لاحظ الاتجاهات وأذكر هذه، أذكر هذه الاتجاهات المستعملة في الخرائط. لأن نلاحظ في هذا الرسم أهم الاتجاهات المستعملة في الخرائط. الاتجاه الأول هو الشمال الجغرافي، لاحظ الشمال الجغرافي، وهو نقطة ثابتة لا تتغير. هذه اتجاهات رئيسية، اتجاهات أساسية لا يمكن أن تتغير بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تتغير في أي نقطة من العالم. هذه اتجاهات ثابتة مثل الاتجاهات الأساسية، اتجاهات الرئيسية. الشمال الجغرافي اتجاه ثابت لا يتغير. الآن هناك بعض الخرائط خاصة الخرائط الطبوغرافية تستعمل أنواع أخرى في من الاتجاهات، مثل الشمال المغناطيسي وشمال التربيعات الذي يسمى أيضا بشمال لامبير. الآن سأوضح كل اتجاه من هذه الاتجاهات. سنبدأ معا بالاتجاه الأول وهو اتجاه الشمال، عادة ما يكون في أعلى الخريطة كما لاحظنا في المستند الأول في الخريطة، في خريطة النباتات الطبيعية لاحظنا بأن اتجاه يكون في أعلى الخريطة، وكما ذكرت هو نقطة ثابتة لا تتغير. هذه اتجاهات ثابتة لا يمكن أن تتغير حتى لو نظرنا إليها من أماكن مختلفة من سطح الأرض، الشمال يبقى شمال. هذه النقطة هي مركز، يعني تمثل هذه النقطة مركز القطب الشمالي. الآن الاتجاهات الأخرى مثل خاصة في الخرائط الطبوغرافية تستعمل اتجاهات أخرى مثل اتجاه الشمال المغناطيسي،
الشمال المغناطيسي وهو الشمال الذي تشير إليه إبرة البوصلة، وعادة ما يمثل في هوامش الخريطة. الشمال الأخير وهو شمال لامبير، لماذا سمي شمال لامبير؟ نسبة إلى العالم لامبير، فسمي بشمال لامبير حيث وضعه العالم لامبير. ويعتمد هذا الشمال على شبكة التربيعات التي سأوضحها الآن. إذن انتهينا أعزائي الطلبة من عنصرين، انتهينا من العنوان ومن الاتجاهات. الآن أنتقل إلى العنصر الثالث وهو شبكة التربيعات. شبكة التربيعات عزيز الطالب لرسمها أحتاج خطوات. خطوات طريقة شبكة التربيعات تعتمد على التالي: أولا تحديد نقطة الانطلاق في عملية المسح. عندما تكون عندي مساحة معينة أحتاج نقطة أبدأ منها في عملية المسح ونقطة أنطلق منها لرسم هذه الشبكة. أين تقع هذه النقطة عادة؟ أين تقع؟ تقع في جنوب غربي المنطقة. هذه النقطة، نقطة الانطلاق، تسمى نقطة الأساس. عندما أريد أن أبدأ بمسح منطقة معينة وأبدأ أرسم شبكة تربيعات، أبدأ بنقطة، نقطة الانطلاق هي نقطة الأساس، تكون عادة في جنوب غربي المنطقة. الآن بعد تحديد هذه النقطة، حددت الآن نقطة الأساس، أرسم محورين متعامدين انطلاقا من هذه النقطة، من نقطة الأساس. أرسم محورين متعامدين، محور شمال جنوب وآخر شرق غرب، يعني محور رأسي محور أفقي. بعد ذلك تضاف خطوط متوازية على مسافات متساوية، يعني خطوط رأسية وخطوط أفقية. الآن الخطوة الثالثة، نقوم بترقيم هذه الخطوط من الغرب إلى الشرق. فالخطوط الرئيسية من الغرب إلى الشرق نسميها شرقيات، وخطوط أفقية تكون من الجنوب إلى الشمال وتسمى الشماليات. عادة ما تتوافق هذه الإحداثيات مع شبكة التربيعات، وذلك لتعيين موقع أي نقطة ما على سطح الأرض. الآن عزيزي الطالب قد تلاحظ بأن هذا الكلام نظري، يعني الآن توضيح الفكرة أكثر سأنتقل معك إلى رسم يساعدك في توضيح عملية رسم أو خطوات رسم شبكة التربيعات. ابدأ معي عزيزي الطالب ولاحظ. الآن ذكرنا عندما أريد أن أحدد أو أمسح منطقة معينة أحتاج إلى نقطة، نقطة الأساس أو نقطة الانطلاق لأبدأ منها. أين تقع؟ تقع جنوب غربي المنطقة، أبدأ بنقطة مثل هذه، لأن هذه النقطة تقع في جنوب غربي المنطقة. حددنا الآن نقطة الأساس. النقطة الثانية، أرسم عمودين رأسي وأفقي، هذا العمود الرأسي هذا العمود الأفقي. الآن أرسم أعمدة متوازية بمسافات متساوية رأسيا وأفقيا هكذا. الآن هذه شبكة التربيعات. ثم أبدأ أرقم الخطوط من الغرب إلى الشرق، وهي خطوط تسمى الشرقيات. ثم أبدأ بترقيم الخطوط من الجنوب إلى الشمال، وهذه الخطوط تسمى الشماليات. إذن هذه طريقة شبكة التربيعات. الآن برأيك عزيزي الطالب، يعني ماذا ممكن أن أستفيد من شبكة التربيعات؟ هل يمكن مثلا أن أحدد موقع بدقة من خلال الشبكة؟ هل ممكن أن أرسم بدقة من خلال الشبكة؟ طبعا نعم. شبكة التربيعات الآن سأتحدث عنها، يعني شبكة أساسية لتحديد المواقع. حتى يعني أحدد موقع نقطة معينة بشكل دقيق أحتاج إلى شبكة التربيعات. حتى أرسم رسم دقيق وأحدد معالم سطح الأرض أحتاج إلى شبكة التربيعات. فلذلك الآن سأتحدث عن فوائد الإحداثيات. ممكن الآن شبكة التربيعات هي مرتبطة بالإحداثيات، الإحداثيات يعني أتكلم عن شبكة التربيعات. الآن أتعرف على فوائد الإحداثيات. الإحداثيات تمكننا، ما هي فوائدها؟ أولا تمكننا الإحداثيات من تعيين موقع أي نقطة على سطح الأرض بشكل دقيق. أستطيع أن أمثل لك عزيزي الطالب، هي مثل الجي بي إس،
عندما تريد أن تصل إلى موقع معين أنت تحتاج إلى جي بي إس. الجي بي إس يعني هو أساسا إحداثيات يعني يساعدنا في تحديد موقع نقطة معينة حتى نصل إليها. فإذا الإحداثيات هي تساعدنا لتعيين موقع أي نقطة على سطح الأرض بشكل دقيق. الآن النقطة الثانية هي تساعدنا على تمثيل دقيق للظاهرات الجغرافية سواء كانت طبيعية اقتصادية أو بشرية أي سكانية. حتى أمثل بشكل دقيق أحتاج إلى شبكة تربيعات حتى أحدد المواقع بدقة وأحدد الظاهرة وأمثلها في مكانها الصحيح وبشكلها الصحيح. النقطة الثالثة شبكة الإحداثيات تساعدنا على رسم خطط لتنظيم المجال الجغرافي حتى مثلا أحتاج إلى أن أنظم مجال معين يجب أن أخطط. كيف أخطط؟ أحتاج إلى شبكة إحداثيات حتى أخطط بشكل دقيق وأحدد المواقع المناسبة. النقطة الرابعة شبكة الإحداثيات تستخدم كوسيلة أساسية في الأعمال والتحركات العسكرية والهندسية خاصة مثلا في الحروب وفي الأعمال العسكرية تحتاج يعني إلى شبكة إحداثيات لتحديد أيضا مواقع. فإذن هذه فوائد الإحداثيات. جيد؟ الآن انتهينا من أغلب عناصر الخريطة، انتهينا من العنوان، وانتهينا من الاتجاه، وانتهينا من شبكة التربيعات. الآن أنتقل إلى العنصر الأخير من عناصر الخريطة وهو مقياس الخريطة. الآن عزيزي الطالب، هل يمكن أن أمثل الخريطة بأبعادها الحقيقية على ورقة أو على خريطة؟ لا يمكن. لا يمكن أن أمثل الأبعاد الحقيقية لسطح الأرض وأنقلها كما هي على ورقة، لا يمكن. فلذلك يجب تصغير المسافات حتى أنقل مسافة من الطبيعة أنقلها على الخريطة. يجب أن أصغر المسافة. تصغير المسافات على الخريطة قياسا لما هي عليه في الواقع. هذه عملية التصغير هي أساسا مقياس الرسم، وذلك باعتماد مقياس واضح، وهذا ما يسمى بمقياس الرسم الذي كما ذكرنا في بداية الدرس أنه يوضع في أسفل الخريطة كما شاهدنا سابقا. الآن أمامك نشاط. هذه الخريطة تمثل خريطة لمنطقة أنويدرات بمقياس 1 إلى 50 ألف. اقرأ الخريطة ثم أجب عن التالي. أذكر مقياس رسم هذه الخريطة. نحن ذكرنا بأنه يوجد في أسفل الخريطة، ابحث عنه. لماذا يكتب المقياس على الخريطة؟ ماذا أستفيد؟ يعني ماذا يشير إلى؟ ماذا يمثل؟ الآن نلاحظ بأن مقياس الخريطة هو 1 إلى 50 ألف. سأشرح الآن ماذا نقصد بواحد إلى 50 ألف. لماذا يكتب المقياس على الخريطة؟ ماذا يرمز هذا؟ ماذا يمثل؟ الآن سأتحدث عن ذلك الآن. لاحظ عزيزي الطالب، الآن هذه الخريطة فيها شبكة تربيعات. انظر هنا، هذه الخطوط هي شبكة التربيعات. هي تساعدنا على تحديد المواقع بدقة، وتساعدنا على رسم خطط لتنظيم المجال الجغرافي، تساعدنا على تمثيل دقيق للظاهرات الطبيعية والبشرية والسكانية كما ذكرنا. الآن أبدأ يعني المقياس، بمفهوم المقياس. ماذا نقصد بالمقياس؟ المقياس هو النسبة بين المسافة المرسومة على الخريطة والمسافة الحقيقية في الواقع. نحن ذكرنا بأن لا يمكن أن أنقل المسافة الحقيقية كما هي، أحتاج إلى تصغير. فالنسبة بين المسافة المرسومة على الخريطة والمسافة الحقيقية في الواقع هو المقياس، ويكتب عادة بالشكل التالي: 1 على 50 ألف. ماذا أقصد بواحد على 50 ألف أو 1 إلى 50 ألف؟ أن كل 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله 50 ألف سنتيمتر على الطبيعة. كل 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله يساوي 50 ألف سنتيمتر على الواقع. هذا بنقصد، أن كل 1 سنتي موجود على الخريطة يقابله 50 ألف سنتي على الطبيعة.
الآن يكون المقياس كبيرا إذا كان مقام الكسر الذي يمثله صغيرا والعكس صحيح. يعني الآن مثلا هذا 1 إلى 50 ألف، وهنا 1 إلى مليون، هنا 1 على 50 ألف وهنا 1 على مليون، من أكبر من أصغر؟ هذا المقياس يعتبر مقياس، هذا المقياس يعتبر مقياس صغير، وهذا المقياس يعتبر مقياس كبير مقارنة بالمليون. هذا مقياس كبير وهذا مقياس صغير، والعكس صحيح. هناك خرائط ذات مقياس كبير، وخرائط ذات مقياس متوسط، وخرائط ذات مقياس صغير. الآن كل دولة تستخدم المقياس الذي يناسب مساحتها. الآن أبدأ معك عزيزي الطالب بخطوات حساب المقياس. عندما تكون لديك مسافة على الخريطة ومسافة حقيقية، كيف نوجد مقياس رسم الخريطة؟ أحتاج منك عزيزي الطالب تركيز في خطوات حل المسألة. الخطوة الأولى، نقسم المسافة على الخريطة، أقسم المسافة على الخريطة على المسافة الحقيقية. المسافة الحقيقية تكون عادة بالكيلومتر. كيف أحول الكيلومتر إلى متر؟ لأن المسافة على الخريطة تكون بالسنتيمتر، والمسافة الحقيقية بالكيلومتر. لا يمكن أن تكون سنتيمتر، يجب أن أحول الكيلومتر إلى سنتيمتر. الآن أذكرك عزيزي الطالب، يجب أن تقوم بعملية القسمة بسط ومقام كسر، يجب أن يكون كسر، لا تقوم بإيجاد الناتج في الآلة الحاسبة، ضع بسط ومقام. الآن المسافة الحقيقية تكون بالكيلومتر، حتى أحولها إلى متر أضرب في 1000. لماذا؟ لأن 1 كيلومتر يساوي 1000 متر، صح؟ فإذا حتى أحول الكيلومتر إلى متر أحتاج أضرب في 1000. الخطوة الأولى أضرب المسافة الحقيقية، ركز معي. الآن الخطوة الثانية، المسافة على الخريطة تبقى كما هي. الآن الناتج الذي أوجدناه من الخطوة السابقة أحوله إلى سنتيمتر. الآن هنا حولناه إلى متر، خلاص. الآن كيف أحوله إلى سنتيمتر؟ 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، فإذا يجب أن أضرب الناتج السابق في 100 حتى أحول المتر إلى سنتيمتر، جيد؟ الآن الخطوة الثالثة، يجب أي عملية أقوم فيها بالبسط يجب أن أقوم فيها في المقام. المسافة على الخريطة أقسمها مرة أخرى على المسافة على الخريطة، لماذا؟ حتى أحصل على ناتج 1. عزيزي الطالب، إذا يعني أجريت أي عملية حسابية ولم يكن إجابة البسط 1، تأكد أن هناك خطأ في أحد الخطوات السابقة، يجب أن يكون البسط 1. المسافة على الخريطة قسم المسافة على الخريطة، وذلك لأحصل على 1، لأن مقياس الرسم يجب أن يكون 1 على كذا. الآن الناتج السابق من الخطوة الثانية أقسمه أيضا على المسافة على الخريطة كما ذكرت. أي عملية أقوم فيها في البسط يجب أن أقوم فيها في المقام من أجل أحصل على نتيجة رياضية سليمة وصحيحة. فالنتيجة تكون 1 على المقياس. النتيجة ستكون 1 على المقياس. الآن لتطبيق ذلك سأقوم بعرض مسألة مثال، وسنتابع هذه الخطوات لإيجاد المقياس. تابع معي هذا المثال. طريق طوله الحقيقي 10 كيلومتر، لاحظ بالمسافة الحقيقية دائما تكون بالكيلومتر، وطوله على الخريطة 5 سنتيمتر، دائما على الخريطة بالسنتيمتر، فكم يكون مقياس الرسم؟ الآن يعني نتابع الخطوات. أبدأ بالخريطة بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى المسافة على الخريطة وهي 5 سنتيمتر، قسمة على، يجب أن يكون كسر عزيزي الطالب، يجب أن يكون كسر، بسط ومقام، على المسافة الحقيقية وهي 10 كيلومتر. أوكي، 5 سنتي على 10 كيلو. الآن ذكرنا لازم أن أحول الكيلومتر، يجب أن أحوله إلى متر، أضرب في 1000، ضرب 1000
حتى أحول العشرة كيلومتر إلى متر، فخمسة تبقى كما هي على 10,000 متر. واضح؟ الآن الخطوة الثانية، المسافة على الخريطة تبقى كما هي. الآن أنتقل إلى هذا، الآن أحتاج إلى هذا الناتج، أحتاج إلى المسافة الحقيقية 10,000 حتى أحولها من متر إلى سنتيمتر، أحتاج إلى ضرب 1000، أحتاج إلى ضرب 1000. فالعشرة آلاف ضرب 1000 للتحويل إلى سنتيمتر، فبيساوي 5 سنتيمتر على 100,000 سنتيمتر. جيد؟ الآن أوكي، الآن 5 سنتيمتر وعندي 10,000 سنتيمتر. الآن الخطوة الثالثة، أقسم المسافة على الخريطة على نفسها. هنا 5 على 5، ذكرت لماذا أقسم 5 قسمة 5؟ حتى أحصل على ناتج 1. أقسم 5 على 5، وأيضا أقسم أقسم 100,000 على 5. أي عملية أقوم فيها في البسط يجب أن أقوم فيها في المقام. أقسم على 5 حتى أحصل على نتيجة 1، وأيضا 100,000 أقسمها على 5، فالنتيجة 100,000 قسمة 5 تساوي 200,000 سنتيمتر. فإذا مقياس رسم الخريطة هو 1 على 200,000 سنتيمتر، هذا مقياس الخريطة. الآن عزيزي الطالب، يمكنك تقديم خطوة أو تأخير خطوة، خاصة الخطوة الأخيرة. الآن قسمة، عندما نقسم الخريطة على الخريطة أو أقسم 100,000 اللي هو المسافة الحقيقية أيضا على الخريطة، بإمكانك أن تقوم بهذه العملية أولا. سأعطيك طريقة ثانية للحل. الطريقة الثانية للحل هي أن تقوم بعملية القسمة في البداية في الخطوة الأولى. يعني مثلا الآن المسافة على الخريطة ذكرنا 5 سنتيمتر، والمسافة الحقيقية 10 كيلومتر. أنا ممكن أقوم بعملية القسمة هذه في الخطوة الأخيرة، ممكن أقوم فيها في الخطوة الأولى، 5 قسمة 5 10 قسمة 5، فتصير الناتج يجب أن يكون هنا 1 على 2 كيلومتر. الآن ذكرت يجب أن أحول الكيلومتر إلى سنتيمتر. الآن 2 كيلومتر أضربها في 1000 حتى أحولها إلى متر، فالنتيجة 2000 متر. الآن 2000 متر أضربها في 100 حتى أحولها إلى سنتيمتر، فالنتيجة 200,000 سنتيمتر. النتيجة كما هي، المقياس 1 إلى 200,000 سنتيمتر. فإذا هذه العملية القسمة ممكن أن تقوم بها في الخطوة الأولى أو ممكن أن تقوم فيها في الخطوة الأخيرة، النتيجة ستكون 1. واضح الآن؟ الآن عزيزي الطالب، أنتقل إلى خطوات حساب المسافة الفعلية. في النقطة السابقة كانت طريقة حساب المقياس. في طريقة حساب المقياس كانت المعطيات هي المسافة على الطبيعة والمسافة على الخريطة. الآن كيف أوجد المسافة الحقيقية بين نقطتين على الخريطة؟ الآن خطوات حل هذه المسألة، أولاً أبدأ بضرب المسافة على الخريطة في مقياس الرسم. المعطيات هنا ستكون المسافة على الخريطة ومقياس الرسم، والمطلوب هو إيجاد المسافة الحقيقية. فالخطوة الأولى ضرب المسافة على الخريطة في مقياس الرسم. الخطوة الثانية، قسمة الناتج من العملية الأولى على 100. لماذا أقسم على 100؟ للتحويل إلى متر. الخطوة الثالثة، قسمة الناتج على 1000، وذلك للتحويل إلى كيلومتر. نأخذ مثال تطبيق على حساب المسافة الحقيقية. لاحظ السؤال، إذا كانت المسافة بين مدينة ألف ومدينة باء على الخريطة تساوي 3.5 سنتيمتر، هذه هي المسافة على الخريطة بالسنتيمتر، ومقياس الخريطة 1 إلى 25,000، أي أن كل 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله 25,000 سنتيمتر على الطبيعة. واضح؟ فكم تكون المسافة الفعلية بينهما؟ الآن عزيزي الطالب، عندما يكون هناك 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله 25
ألف سنتيمتر على الطبيعة، هذا حسب مقياس الرسم في السؤال، إذا كان على الخريطة 3.5 سنتيمتر فكم تكون المسافة؟ هكذا العملية، 1 سنتي يقابله 25 ألف، إذا كان عندي 3.5 سنتي كم سنتيمتر على الطبيعة؟ أنا الخطوة الأولى عملية ضرب، أضرب المسافة في المقياس 3.5 سنتيمتر أضربها في 25 ألف سنتيمتر، النتيجة ستكون 87500 سنتيمتر. الآن الخطوة الثانية، الناتج من العملية الأولى هي بالسنتي، الآن صعب قياس المسافات على الطبيعة بالسنتيمتر، مسافات على الطبيعة عادة تكون مسافات هائلة بالكيلومترات وبآلاف الكيلومترات، صعب أن أقيسها بالسنتيمتر، يجب أن أحول السنتيمتر إلى متر ثم إلى كيلومتر، خاصة المسافات الكبيرة. الآن للتحويل السنتيمتر إلى متر أقسم الناتج على 100، وذلك للتحويل من سنتيمتر إلى متر، فالنتيجة بتكون 875 متر. الخطوة الثالثة، الناتج السابق 875 قسمة 1000 حتى أحوله إلى كيلومتر، فالنتيجة تساوي 0.875 من 1000 كيلومتر، أي أن المسافة الفعلية تساوي 875 من 1000 كيلومتر، أي أنها كما ذكرنا هي 875 متر. عادة في المسافات الطويلة والكبيرة جدا نحولها إلى كيلومتر، بينما المسافات الصغيرة ممكن بالمتر. الآن لهذا تمرين تطبيقي أوجد المسافة الفعلية، إذا كانت المسافة بين مدينة المحرق ومدينة المنامة على الخريطة تساوي 5 سنتيمتر، فإذا المسافة على الخريطة هنا 5 سنتيمتر، ومقياس الخريطة 1 إلى 50 ألف سنتيمتر، كم تكون المسافة؟ واضح الآن؟ الآن هناك 1 تساوي 50 ألف حسب المقياس، أن كل 1 سنتيمتر يقابله 50 ألف سنتيمتر. الآن على الخريطة عندي 5 سنتيمتر، فكم تكون المسافة على الطبيعة؟ نبدأ بالخطوات. الخطوة الأولى، أضرب المسافة في المقياس، المسافة على الخريطة هي 5 سنتيمتر والمقياس كان 1 إلى 50 ألف، أضرب 5 في 50 ألف، الناتج 250 ألف سنتيمتر. الآن ذكرت دائما يعني المسافات على الطبيعة تكون مسافات شاسعة وبالكيلومترات، يجب أن أحول السنتيمتر إلى متر ثم إلى كيلومتر. فالخطوة الثانية، 250 ألف قسمة 100 وذلك للتحويل إلى متر، الناتج 2500 متر. الخطوة الثالثة، 2500 متر قسمة 1000 وذلك للتحويل إلى كيلومتر، الناتج هو 2.5 كيلومتر، أي أن المسافة الفعلية هي 2.5 كيلومتر، هي المسافة الحقيقية. إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية الدرس اليوم، شكرا لحسن استماعكم.